بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فالبارحة كان مجلس أهل القرآن وأحباب الرحمن، وكان مجلسا مباركا، كان سيران كما بيقولوا بالشام عنا سيران، تسرت به أنفسنا. جلسنا في هذا السيران في غيضة محبة الله، بجوار نهر حب الله، بريح صحبة كتاب الله، و استنشقنا وتنسمنا آيات الله سبحانه وتعالى. زارنا في هذا المجلس البارحة الذي كان مجلسا عامرا أحبة لنا، ماذا أصفهم لكم؟ المخلص الشيخ سعيد الذي جاء من أقصى شمال ستوكهولم بالسيارة، أخذ معه الطريق 50 دقيقة حتى يصل عندي ويكون عندي، ولذلك سميته المخلص الشيخ سعيد. الشهم علي عبد العزيز، مروءة وشهامة ورجولة وحماوة أهل الشام، هذا الجولاني البطل اللي إجا رغم أنه عنده شغل يشتغل طول الليل، وإجا بالمواصلات العامة. أخونا أبو محمد الأمير والصحب الكريم الذي جاء معه، الباحثان أحمد وهاني، جمع كان جمعا كريما جلسنا فيه، جمعنا محبة واحترام الآخر والشعور به والنظر إلى وجهه وإعطاء المجال لكل الجلوس بأن يشاركوا معنا في تدبر آيات كتاب الله والعثور فيها على الكنوز واللآلئ والصدف. الصدف، نعم. وتحدثنا فيه في سورة البقرة، بعد أن تكلمنا في الدروس الماضية عن كتاب الله ذلك الذي لا ريب فيه والذي هو هدى للمتقين، أولئك المتقين الذين يؤمنون بالغيب أي ما غاب عنهم، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. انظروا هذا الربط يا إخوتي، ربط جميل ورائع. الإيمان بالغيب هو ما يعطيك، يعني العقيدة، مما رزقناهم. أنت بإيمانك بالله سبحانه وتعالى تعلم أنه هو الرازق، ولذلك جاءت ومما رزقناهم. الإنفاق ليس أمر سهل، وما يوقى شح نفسه، الإنسان يريد أن يتملك لا يريد أن ينفق، لكن إيمانه بأن الله الرازق، تبعوا عدنا للأول، يؤمنون بالغيب وأن ما يخبئه له الغيب عندما ينفق سوف يكون أكبر بكثير مما ترك وأفضل بكثير، وما تنفقه من خير تجدوه عند الله. إقامة الصلاة، ما علاقتها بالموضوع؟ إقامة الصلاة تجعلك مؤهلا أكثر للإنفاق، لأنها تقوي عندك علاقتك بالله سبحانه وتعالى، فتدرك صلتك به، فتكون عندك الرغبة بالإنفاق والقدرة على الإنفاق أكثر. هذا هو الربط. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إيمان بما أنزل على محمد وما أنزل على قبل محمد وبالآخرة هم يوقنون، أكد على الآخرة. لماذا؟ لأن الآخرة، مخافة الآخرة، هي ما تدفع الإنسان إلى أن يهذب نفسه ويسير دائما في الطريق المستقيم. ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم مفلحون. سبحان الله، الله يسر لك الهدى، وبهدى الله سبحانه وتعالى أفلحت.
يعني لو لم ييسر لك الله الهدى لما اهتديت. اللهم لولاك ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن بهدى الله سبحانه وتعالى أنت وصلت إلى الفلاح، والفلاح هو النجاح عندما تأتي إلى عند الله سبحانه وتعالى. كم هي فرحتك؟ عبد الحليم حافظ كان يغني قال ما لقيش فرحان بالدنيا زي الفرحان بنجاحه. لا، في فرحان بيفرح لما بيجي يوم رب لقاء ربه سبحانه وتعالى وبيكون مخلص، هنيك الفلاح، هذلاك الفلاح الكبير اللي بيستاهل فعل الفرحة الكبيرة. بعد أن تحدث الله عن المتقين انتقلنا الآن إلى الحديث عن صنف آخر، أولئك الذين كفروا. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إذا ختم الله على قلوبهم بالجمع، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. إن الذين كفروا، إن الذين كفروا هي هون تعميم، بس يا ترى هل كل الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم؟ لا، هنا تعميم ولكن مقصود فيه التخصيص. التخصيص لماذا؟ لأنه ما أقول أنه كل الذين كفروا ما ليش نعذب حالنا؟ إذا كل الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم لم تنذروا لهم، لكن ليش بتعب حالي وأنذرهم؟ لذلك العقل هنا خصصها، لأن الموضوع يتعلق بالإيمان، فالعقل يستطيع أن يخصص. هناك أذلة كثيرة كما ذكر ابن عباس، يعني مثلا أن هذه نزلت في أحبار اليهود، وأحد الصحابة أيضا ذكر أنها مختصة برجال من قريش قتلوا في بدر، والآخرين قالوا أنها مختصة بأبي لهب وأبي جهل وأولئك صناديد قريش. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله، جئت كلمة ختم. الختم هنا يعني والعلم عند الله سبحانه وتعالى ما سنصير الختم المادي، إنما هو الختم بمعنى أنه لا يتقبل الكبر عنده والعجب والظلم لنفسه، لا يتكبر، لا يتقبل الهداية، لا يتقبل النصيحة. مكتب ما عمل معاصي وعنده عن جهية ويعلم الحق ولكن ينكره. ختم الله على قلوبهم، هنا جاءت بالجمع، وعلى سمعهم، ما قال أسماعهم، قال على سمعهم. لماذا؟ لأن السمع والله أعلم، يعني كما قرأت أن السمع يعني لا تختلف الناس بالأمر المسموع، إنما تختلف بأمور العقل يعني هو القلب وأمر الإبصار، أما السمع ما يختلفوا عليه كثير. لذا جاءت قلوب، ختم الله على قلوبهم بالجمع، وعلى أبصارهم غشاوة جاءت، وعلى سمعهم جت واحد. نعم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، بعدين قال وعلى أبصارهم غشاوة. لماذا ما قال ختم؟ لأنه ما وردت بلغة العرب ختم على الأبصار، الأبصار عليها غشاوة، غشاوة. وعلى أبصارهم غشاوة، لأن البصر اتجاه رؤيتهم اتجاه واحد، بين السمع يأتي من جميع الأنحاء، وكذلك العقل أي القلب. لذلك جاءت هنا ختمة على قلوبهم وعلى سمعهم، ولكن على أبصارهم جاءت غشاوة. نعم، قال شوف الله سبحانه وتعالى قال هنا ختم الله على قلوبهم، وبعدين جاءت على مرة تانية وعلى سمعهم، وجاءت مرة ثالثة وعلى أبصارهم، أي أنها ثلاث مرات من أجل التأكيد. سبحان الله، ولهم عذاب عظيم. قال هي فائدة وجدناها في كتاب، أنه الأبصار والعقول والقلوب والسمع والأبصار عندما يتعلق الأمر بأمر عقيدي مثل هنا، فتأتي دائما القلوب ثم يأتي السمع ثم تأتي الأبصار. أما حينما يتعلق الأمر بأمر موعظة فتأتي السمع أولا ثم يأتي القلب ثم يأتي البصر. وأما عندما يتعلق الأمر يعني نعمة الله سبحانه وتعالى من حيث خلق الإنسان، فيأتي السمع
أولا ثم يأتي البصر ثانيا ثم يأتي القلب ثالثا، وآيات كثيرة هي في القرآن تتعلق بهذا الموضوع يمكن مراجعته. أخونا أبو محمد الأمير ذكر فائدة وهي نصيحة يعني لكل الناس، أن يضع الإنسان هو منذ 12 عاما وهو يضع كتاب رياض الصالحين فوق وسادته كل ليلة قبل أن ينام، يقرأ فيه حديثا من الأحاديث، يعني هذا غير الورد تبعه تبع القرآن، لماذا إضافي. وقال أنه يعني وجد أن الإنسان الذي يفعل ذلك يضع أمامه أيضا محبرة وورق، لأنه في الليل حين ينام بعد أن يقرأ هذا الحديث ثم تأتي له فكرة، فالأفضل بها به حينها أن يسرع مباشرة يستيقظ من النوم فيدونها حتى لا تضيع منه. فهذه كانت نصيحته، بارك الله به وبمشاركته، وبارك الله بكم، وتعالوا إلى مجلس أهل القرآن فسوف نسر بكم وسوف تسرون بنا، وجزاكم الله كل خير.